نشكرك نجلاء على هذه الإطلالة الاقتصادية، لكن نعود ونذكر مشاهدينا الكرام بأن الخبر الأبرز واللي يتم عليه التغطية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم هو إطلاق سراح الجنود السبعة المختطفين منذ يوم الخميس الماضي في العريش، وده اللي تم بمعاونة خاصة ما بين المخابرات الحربية المصرية وعدد من شيوخ وعواقل القبائل العربية والسيناوية. هناك أيضا عدد من الآراء التي وردت بأن المشكلة في سيناء ليست مشكلة أمنية فقط، لكن هي مشكلة تنمية، التنمية بمفهومها الشامل في كافة المجالات. ربما التنمية بتبدأ منذ نعومة الأظافر أو من المراحل الأولى في السن من خلال عمليات التعليم والتنشئة. ده اللي هيقودنا للحوار القادم، كيفية التنمية من خلال التعليم الأساسي، القرارات اللي نتابعها بين الحين والآخر سواء بإلغاء الشهادة الابتدائية أو رجوع التعليم بشكل خاص في المرحلة الثانوية، التقويم الشامل، عموما العملية التعليمية برمتها في مراحلها المختلفة في مصر وفي سيناء بشكل خاص من خلال المدارس المتاحة هناك، وهل هي كافية، وهل احنا محتاجين مناهج بشكل مختلف ولا لا للم الشمل المصري. ده كله موضوعنا مع الأستاذ حسن شحاتة الخبير التربوي. رحمة الله. خير ان شاء الله. خير يا استاذ حسن، يعني احنا لسه بنخلص السنه الدراسيه اهو، كله يعني بيفنشها يعني بنجد المحصول. المحصول ده بنجنيه بقى في الاجيال لما بتتخرج كده وبنشوف التعليم فادها بايه. شوفي انا اقول لحضرتك موضوع سته ابتدائي ده، اولا يعني فكره انها بقت سنه نقل مش سنه امتحان، مش امتحان شهاده، فرق في ايه؟ يعني ايه الفرق اللي عمله؟ هو طبعا اي قرار بيصدر من وزاره التربيه والتعليم بيكون نتيجة لدراسة أو لدراسات في المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، في مركز الامتحانات والتقويم التربوي، في مركز المناهج، ثلاث مراكز موجودة في وزارة التربية والتعليم. أي ظاهرة بتستحق الدراسة بيدرسوها، إما أن يكون في شكوى موجودة في الميدان أو في اتجاهات حديثة عالمية ممكن أن احنا نطبقها في مدارسنا، أو في عوامل اقتصادية بتساعد على اتخاذ هذا القرار. لو احنا بصينا لستة ابتدائي بنجد القانون رقم 18 لسنة 81 ما بينصش على أن ستة ابتدائي فيها امتحان اتمام شهادة، ده اتمام الشهادة في نهاية التعليم الأساسي اللي هو في نهاية التالتة إعدادي. الله، طب ما الدراسات الحديثه والمقارنه بالدول المتقدمه تعليميا وجدنا ان في اسباب او في عوامل ممكن تساعد على الغاء الصف امتحان نهايه الصف السادس الابتدائي وجعله امتحان العادي زي الصف الخامس والرابع واول اعدادي الى اخره. ليه؟ ده هيعمل ايه بقى؟ اولا من جهة الرعب والقلق والخوف اللي بيقابل بيه التلميذ وهو عمره 12 سنة ويخش على الامتحان ويسقط وينجح، كل دي بتشكل أعباء نفسية ومشكلات نفسية لدى التلميذ ولدى الأسرة. الأسرة بتدي دروس خصوصية لأن دي أصبحت شهادة، فلازم ياخد دروس خصوصية، والدروس الخصوصية يبقى الولد يتعود على الدروس الخصوصية، الأسرة فيها قلق، التلميذ العوامل ما بيساعدش على إن هو يعني يبقى نورمال أو طبيعي. العوامل الاقتصادية أيضا مهمة جدا، أما أصرف على كنترولات وأسئلة وطباعة أسئلة وملاحظين وكل ده بدون عائد. كده العامل الاقتصادي هو اللي اثر. لا، العامل الاقتصادي مش لوحده، العامل يعني احنا انا كاستاذ تربيه بقالي نصف قرن في كليه التربيه جامعه عين شمس، العوامل الاقتصاديه ليست لوحدها، ولكن في عوامل نفسيه اللي هي الرعب والقلق والتوتر اللي بيصيب الاطفال في احنا ليه لغينا امتحان ثالثه ابتدائي قبل كده وما جعلناش في ثالثه ابتدائي؟ كان في امتحان في ثالثه ابتدائي، لقينا ان الاولاد بيحصل لهم وعملنا النقل، النقل الالي ده مش معناه ان انا ارجعهم بدون امتحان. استاذنك في امتحان وفي انشطه وفي تقدير للدرجات في المدرسه، فدي بتدي ولي الامر برفيل عن مستوى التلميذ في جميع الانشطه وجميع. استاذنك معانا بس على التليفون سياده اللواء علي حفظي الخبير
العسكري والاستراتيجي وكان محافظ شمال سيناء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير سياده اللواء. صباح الخير. اهلا بيك. يعني رايك ايه اللي لازم الاجراء اللي لازم يتخذ بعد الافراج عن الجنود في سيناء؟ اكيد العمليه ما انتهتش عند لحظه الافراج عنهم، ايه الاجراءات اللي لازم تتخذ في رايك؟ هو اسمحي لي حضرتك، يمكن في بدايه هذه الازمه الحقيقه كان رايي الشخصي ان يتم تناول هذه الازمه من خلال الحقيقه اتجاهين رئيسيين. الاتجاه الاول هو عدم الاندفاع والحكمه في تناول كيفيه اداره هذه الازمه، ويتوازى معها ضروره حسم نتائج هذه الازمه، اي ان المعضله الصعبه يجب ان تجمع ما بين الاثنين عشان تنجح اداره هذه الازمه. فاعتقد ان النصف الاول من هذه الازمه تم النجاح فيه، ان تم ادارتها بنوع من الهدوء وعدم الانفعال، حتى تم فعلا تخليص الرهائن. الجزء الثاني وهو المطلوب اللي هو نقول الحسم في النتائج، يعني لابد ان يكون هناك نقول مجموعه من الاجراءات التي يجب ان تتم على ارض الواقع لاعاده ثاني مزيد من الاستقرار على ارض سيناء ضد العناصر اما الارهابيه او المتطرفه اللي موجوده على ارض سيناء. وفي نفس الوقت لابد من الاهتمام فيما يتعلق بالتنميه على ارض سيناء. انا اما ترك سيناء كده في نوع من الفراغ، ما من شك هيبقى من الصعب جدا عمليه حضرتك. نعم، لو حضرتك متابع سياده اللواء على الهواء مباشره دلوقتي استقبال الجنود السبعه اللي كانوا مختطفين من قبل الرئيس مرسي اعتقد والفريق عبد الفتاح السيسي. ايوه، وده في مطار الماظه العسكري. هو انا اقول ما احنا قلت الحقيقه اللي هو الجزء الاول من اداره الازمه تم الحقيقه بنجاح. طبعا الاجراءات دي يا فندم بتساهم في رفع الروح المعنويه للجيش، مش كده؟ الاستقبال على اعلى مستوى لا احنا كنا بس خايفين وقلقانين على الجيش في الفتره اللي فاتت. لا ما حدش لا ما حدش الجيش. هو المهم ان اقول ايه، الازمه دي كان ليها ابعاد خطيره الحقيقه، بس الحمد لله ان تم ادارتها بهذا او هذه المنهجيه الهادئه الناجحه، حتى نقول تم ابعاد كل يمكن معظم النتائج السلبيه اللي ممكن ان تحدث في حاله حدوث شيء ما لهؤلاء الرهائن. قد ايه يا سياده اللواء المشهد ده ممكن يخلق نوع من المصالحه الضميه، مش بس بين ابناء الشعب الواحد لكن بين قواتنا المسلحه، لان كان حاصل يعني اختلاف كبير على السياسات اثناء اداره المجلس العسكري، المرحله الانتقاليه، رئاسه الجمهوريه وجهودها ايضا وتصريحاتها ان لا يتم تفاوض مع هذه العناصر، والداخليه من الجانب الاخر وشكل تعاونها في الازمه. هو ما من شك الحقيقه انه دي يمكن من ابرز نتائج تخليص الرهائن. نعم. انها بتجعل الحقيقه مزيد من الثقه فيما يتعلق بالاقتراب ما بين افراد الشعب والقوات المسلحه، بتؤكد ان فعلا ان القوات المسلحه لها دور رئيسي وهام في هذه المرحله من تاريخ مصر. وكلما كان هناك نوع من التقارب ما بين ابناء الشعب والقوات المسلحه كلما ساعد ذلك في ان يبقى في قوه دفع نستطيع من خلالها الحقيقه ان نتجاوز الصعاب والمشاكل والازمات اللي بنمر بيها خلال هذه الفتره. نعم، اشكرك سياده اللواء علي حفظي الخبير العسكري الاستراتيجي. وزي ما احنا بنتابع دلوقتي مراسم استقبال الجنود السبعه المختطفين من قبل الرئيس محمد مرسي ومن قبل الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه، والمشاهد يعني احنا ما زلنا في انتظار وصول الجنود. طب نرجع تاني في حوارنا الاستاذ حسن شحاته الخبير التربوي، يمكن الحوار يعني خارج لا بقى في اطار التعليم والتنميه البشريه والحلول الهادئه القائمه على وعي وحكمه
القيادة السياسية في اعتبار الدم المصري دم مقدس، لا أستطيع أن أنا أضحي بمجموعة في مقابل مجموعة، فكلهم مصريين. وأنا طبعا كنت سعيد جدا أما سمعت رئيس الدولة وهو يقول أن الدم المصري مقدس وأن الدم المصري لا يمكن أن احنا نفرج عن سبعة عشان نموت أبرياء ونموت آخرين، فكلهم مصريين. الحمد لله نتيجة جيدة. أستاذ حسن، احنا محتاجين شكل مختلف للمحتوى. يعني حضرتك بتضع العديد من المناهج، يمكن اللغة العربية بالأخص، سينا محتاجة ايه بشكل مختلف بالنسبة لمدارسها؟ هل هي اعدادها كافية ولا لا؟ او لازم يدرس مناهج لكل اقليم خاص به وخصوصيته وطبيعة الواجبات اللي هو منوط ان هو يقوم بيها في اقليمه الخاص؟ شوف حضرتك، هو المنهج المطبق الان في مصر وفي جميع الدول العربية المنهج القومي. المنهج القومي ان احنا بنألف كتاب مدرسي متنوع في البيئات المختلفة، في الصناعات المختلفة، في التوازي بين الديانات وبين الجنس وبين الجنسية وبين اللي هو مفهوم المواطنة. ففي معايير موجودة بنطبقها من خلال دور نشر مصرية مرموقة لديها إمكانات هائلة في إعداد المواد التعليمية، بس في إطار معايير ومؤشرات. ليس من حق المؤلفين، أنا أحدهم، ليس من حق، وبقالي دلوقتي أكثر من سنة 80 حتى الآن بألف الكتب المدرسية في ضوء معايير، في ضوء لوائح، في ضوء شروط معينة. حضرتك أشرت القضية مهمة جدا، أن تنويع الكتاب المدرسي بتنويع البيئات ده المفروض يبقى في المرحلة الابتدائية، بمعنى أن أنا أما أجي أعمل مسابقة في المرحلة الابتدائية أنجح أكتر من كتاب. ففي كتاب يصلح للمناطق الساحلية، في كتاب يصلح للمناطق الريفية، في كتاب يصلح للمناطق المدنية، في كتاب يصلح للمناطق الصحراوية. البيئة السينوية بيئة طبعا بتمتاز بخصائص كثيرة جدا، يعني منها القبلية، منها البداوة، منها البداوة بمعنى ان عايشين كبدو وليهم صناعات معينة وليهم انتاجيات معينة، لديهم قيم واخلاقيات رفيعة لا نستطيع ان نغفلها، لان الولد السينوي او البنت السينوية بيقدر ويقدس هذه القيم والاخلاقيات البيئية. فلابد ان احنا نخليهم يقدروا ان هم من المناهج اللي تقدم ليهم سواء كانت في اللغة العربية أو الرياضيات أو العلوم أو التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية، لابد أن تجعلهم متفاعلين مع بيئتهم، قادرين على المشاركة، على الإنتاجية، على التلاحم والتفاعل، على اعتبارهم جزء أساسي على الخريطة فعلا في السنوات الجاية فعلا. إن شاء الله. لا، في تطوير دلوقتي في الكتب المدرسية، وتم وضع برضو هذا الإطار في هذه الكتب بحيث أن الكتاب المدرسي يصلح. وبعدين قضية مش قضية كتاب مدرسي بس، قضية معلم وقضية نشاط وبيئة تعليمية. أكيد محتاج حوار طويل لوحده لأنه متشعب العناصر. شكرا لوجودك معنا أستاذ حسن شحاتة الخبير التربوي، ودي كانت آخر حواراتنا النهاردة لكن هذا الصباح. قبل ما ننهي يومنا بنذكر بالخبر العاجل اللي كان عاجل منذ ساعات طويلة في الصباح واللي احنا بنشاهده الآن على شاشاتنا وهننقله من مطار الماظة، وهو استقبال الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وأيضا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للجنود السبعة المختطفين بعد إطلاق سراحهم. هذا المشهد الذي نتابعه الآن على الهواء مباشرة من مطار الماظة العسكري. بنشكركم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.